نبقى محليا وبتعاون استراتيجي بين الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وجمعية البناء البشري، أقيم حفل تخريج الدفعة الخامسة لبرنامج شركاء لتوظيفهم بهدف تمكين جميع الخريجين من الحصول على فرص وظيفية مناسبة لهم في القطاعين الحكومي والخاص. جهود مشتركة تمخض عنها توظيف 100 معاق ومعاقة ما بين القطاع الحكومي والخاص، تم تدريبهم وتأهيلهم في مدة لا تقل عن 9 أشهر ضمن مبادرة شركاء لتوظيفهم، واليوم حصدوا ما زرعوه حيث تخرجت الدفعة الخامسة لينخرطوا في سوق العمل. نحتفل اليوم بتخريج الدفعة الخامسة، حيث بلغ عدد منتسبينها 100 منتسب، ولله الفضل والمنة تم تخريج 100 منتسب. حققت هذه الدفعة نسبة توظيف 100%، حيث تم فرز 50 منهم في القطاع الخاص، 26 في القطاع الحكومي، 11 منهم تم تعيينه، و15 جاري استكمال التعيين في الديوان، وأيضا 24 في اتحاد الجمعيات التعاونية. هم شركاء بالفعل، هيئة الإعاقة مع جمعية البناء البشرية، فقد وضعوا على عاتقهم قضية المعاق بتوفير الدعم والحماية لهم. أبنائنا من ذوي الإعاقة دائما متميزين متألقين، ولكن يحتاجون بعض الدعومات لكي يبرزوا دورهم في المجتمع، وهذا ما تقوم به الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بتذليل كافة الصعاب أمام أبنائنا من ذوي الإعاقة ليتسنى لهم الانخراط في سوق العمل. ما شاء الله وصلنا إلى أعداد كبيرة ونسبة التوظيف فيها أعلى، يعني هالسنة وصلنا 100% من توظيف جميع الطلبة المتدربين. تحققت السعادة لهم، هذا ما شهدناه لحظة تخرجهم من البرنامج التدريبي وكيف تكيفوا مع مجتمعهم. أنا اليوم فرحانة جدا مستانسة، يعني مو مصدقة إني تخرجت خلاص، مستعدة إني أتوظف، مستعدة إني أكون أحسن مراتب. أنا وايد مستانسة إن اليوم تخرجنا، ومستانسة وايد إن راح أتوظف إن شاء الله. المبادرة حققت نجاحا كبيرا للمعاقين في سوق العمل الكويتي، سواء كان على مستوى التدريب والتوظيف. شركاء لتوظيفهم تعد سببا في توحيد الرؤى والجهود نحو تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ليكونوا عنصرا فاعلا في المجتمع. مروة محرم، تلفزيون دولة الكويت.